في ديسمبر 2023 فيلم ناقة يتصدر الترند والمشاهدات بعد ساعات من صدوره، وحالة واسعة من الانتقادات تطال فريق العمل. وش صاير؟ شوف، فيلم ناقة المشعل الجاثر هو نزل في هذا الشهر. أصلا هذا الشهر كان شهر فني للمملكة، خلينا نبداها كذا. فيلم الناقة أول ما نزل عبد المحسن بنتفليكس صار في أخذ وعطى، في ناس مؤيدة الفيلم في ناس معارضة. هو تم عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومشعل هنا في ناس أيدت القصة اللي هي مغامرة تعيشها سارة بطلة الفيلم في الصحراء مع ناقة. هذا حرفيا كان الفيلم، في ناس عارضت الفيلم واللي قاعد يعيش الفيلم بالمقابل انه القصه ما تمثلنا، بالمقابل النقاد والكتاب اغلبهم اشادوا بالعمل ومدحوا الشيء اللي سواه مشعل، وانه انت تعمل فيلم طويل هذه صعبه جدا، قدر مشعل انه هو يسويها وياخذ الرقم الاول في المشاهدات من اول ما نزل. التناقض اللي صار حول هذا الفيلم غريب جدا، فعلا. وما يحدث الا على افلام يمكن عالميه. صح، ووصل تقييمه 4.8 من 10 في IMDb، ومع ذلك زي ما قلت النقاد أشادوا فيه، جدا أشادوا فيه النقاد، وهذا اللي خلى الفيلم الفيلم جميل جدا تفضل. وغير الكومنتات أصلا، يعني الانتقادات اللي صارت، المشاهدات أصلا قوية، فهذا التناقض، وهذا التناقض اللي تتكلم عنه أنت، إن دامكم انتقدتوه المشاهدات ما ينجت. بالضبط، صحيح. على منصة نتفليكس كان من التوب 10 على نسبة المشاهدات. صحيح. كمان صار حدث مهم في هو الشهر. في ذات اللي عرض فيه الفيلم ناقة حصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة عبد المحسن في جدة. في جدة طبعاً، وهذه واحد من المهرجانات اللي نستقطب فيه كل الفنانين العالميين، وشفنا جوني ديب، شفنا ويل سميث، شفنا أسامي كبيرة قاعد تتمشى في جدة التاريخية وقاعد تحكي عن حضارة. وش اسمها ملاقة؟ لا تقول لي الأسامي. ملاقة؟ شو اسمها؟ ملاقة. هلاقة؟ مين هذه؟ ملاقة جابري الزميلة. ملاقة جابري. ملاقة؟ نعم. مين ملاقة جابري؟ طبعا اعطوني خبر اعرف مين ملاقة. احدى الاعلاميات زميلات الموديل. هي موديل. هي موديل. مهلقة. 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 انا اقول مهلقة. انت مهلقة. لعبنا باسم الحرمة. بس بعيدا عن فيلم ناقة، مهرجان البحر الاحمر اللي قدم فيه هذا الفيلم لاول مرة، حدثينا عنه. كان واحد كمان من الأحداث اللي صارت في ديسمبر عبد المحسن، وهو في هذه دورته الثالثة، وطبعا مهرجان البحر الأحمر السينمائي هو في جدة، أو يستقطب كل الفنانين حول العالم، يعني أسامي كبيرة ويل سميث، جوني ديب هو اللي افتتح المهرجان، وشفنا لهم فيديوهات هم يتمشون في جدة التاريخية وقاعد يحكون عن الحضارة في جدة، فهذا كمان كان واحد من الأحداث. وشفنا فيديوهاتهم مع الزميل عبد الله السدحان. صح. بدا في حدث كمان صار مهم في اخر شهر من هذه السنه، شهر هذا من اهم الاحداث اللي صارت في هذه السنه، هو اعتزال، او خلينا نقول شبه اعتزال، الدكتوره سميه. لا 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 تجيبي لي طالع اعتزالهم. لا لا لا، هذا الخبر انا ما اقدر اتحمله للامانه. خبر ممكن اغادر الاستوديو. لا 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 لا، تعوذ من ابليس، احنا لسه ما ندري. ده يعني 2024 راح يكون من غير سمية الناصر، راح تضطر انك تكمل لوحدك للاسف. كيف حنكمل بدون طاقة؟ بدون طاقة، بدون امبراطورة الطاقة للاسف الشديد. المفروض بدون اللز. ولز. طيب شكرا لكم، حلقة جميلة رائعة، يعني وش احلى من اني اختم سنة 2023 مع الوجيه الطيبة. الله يسعدكم، تقصر. كلمة اخيرة رشا، يعني إن شاء الله السنوات قدام وإحنا مع بعض. آمين. كلمة أخيرة نواف. أتمنى لكم سنة مليئة بالإنجازات. آمين. كلمة أخيرة سام. إن شاء الله 24 تكون سنة سعادة وإنجاز وتحقيق، وكل سنة تخلص تقربنا من الرؤية 2030. الله عليك. كلمة أخيرة. إن شاء الله السنة دي تبدأ في إنجازات وأهداف ونحققها يا رب كلنا سوا بإذن الله. إن شاء الله.